انما ال 3D برينتر بيعمل لي السنان بتاعه المريض نفسه. كل ما اعتقد ان احنا وصلنا الى القمه تبان ان احنا لسه قدامنا قمم اخرى. التكوين كان قبل كده لعبه فرديه، انا بلعب لوحدي. طب بقول لكم ايه بقى؟ روح على المانيا هاتولي الجهاز ده. الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، مدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقميه. اهلا بكم. في ناس كتير قوي على فكره دلوقتي عندها كونسبت غريب جدا، خصوصا باين جدا ده على وسائل التواصل الاجتماعي. تلاقي ايه؟ حد مثلا عنده سنانه مفقوده او سنانه غير موجوده او غير جيده او في عيب ما في الشكل، هو مصدق شخصيا انه هو كده حلو قوي، انا ما انا كده وقابل نفسي كده والمفروض غيري يقبلني كده. الحكايه دي في الاسنان، الحكايه دي في السمنه، الحكايه دي في التجميل بتتقال، وده غلط شديد جدا جدا. ليه؟ برضه تقعد مع حد تقول له في عندك سنه واقعه او مكسوره هنا، يقول لك اصل انا رحت للدكتور قال لي عشان السنه دي فهيزرعها وبتاع فممكن تاثر على السنتين اللي جنبها، فيبقى انا زرعت سنه واثرت على سنتين. ده فكر كده بيقوله هو وخلاص. طب انت ازاي قابل ان انت تعيش بهذا الشكل، بهذه السنه، بهذا الشكل اللي مش حلو؟ يقول لك انا قابل، انا كده، انا كده، واللي عاملني عايزني كده يقبلني كده. وتلاقي بقى بيكتبوا الكلام دوت على وسائل التواصل الاجتماعي وبينقلوه لبعض. تلاقي واحد كاتب انا شكلي كده وعلى الاخر انه يتقبلني كده. لا يا سيدي، مش على الاخر انه يتقبلك كده، ومش المفروض تقول كده. والكارثه انه ممكن يكون حد يعني له ثقل عند الناس، مسموعه كلمته عند الناس. غلط تماما. انت فيك عيب لازم تصلحه، ولازم تلجا الى الطب عشان يصلحه. مفيش، ربنا ما قالش كده ابدا. مفيش حاجه اسمها انا كده واللي على الغير انه يتقبلني كده. واحد ومراته اسنانه وحشه وبايظه ويقول لك هي بتحبني كده وانا زي ما انا. الكلام ده ما ينفعش. الكلام ده ما ينفعش خالص. النهارده حوار مثير للغايه ومهم للغايه، والحقيقه مع ضيف مهم للغايه، وطبعا بنبقى سعداء جدا في وجوده معنا. كان في الدكتور يعني حدث ولا حرج، والناس الحلوه بتسعد دائما بوجوده ايضا في حوار سيكون شديد الصراحه، لان هو هنا بيكون شديد الصراحه وشديد القلب طبعا. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور شادي علي حسين. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. منور الناس الحلوه. الله يخليك. منورنا. قبل ما ادخل في الحوار، الحته اللي انا قلتها دي، الناس يبقى عندها اسنان مش مظبوطه، سنه رايحه وبتاع، يقول لك انا كنت قابل وراضي وانا ويتقبلني الناس كده زي ما انا ومش عارف ايه والكلام ده، الكلام ده بتسمعه ولا بيبقى خلاص قرر؟ ده دي مشكله. والفكره في حاجه، ان هو في مقوله مشهوره دايما لينا رد مهم قوي في الموضوع ده، ان حضرتك النهارده ده نوع من انواع المرض. يعني انا لما يبقى عندي سنه مفقوده او سنه فيها خراج او سنه مكسوره، كون ان هي مش وجعاني ده مش معناه ان انا ما عنديش مرض. زيه زي لما يبقى عندي سكر، زيه زي لما يبقى عندي ضغط، ده حاجه تستوجب العلاج. يعني ربنا خلق لي الداء وخلق له الدواء. فلما زي ما يبقى عندي انفلونزا ده مرض، انا حاجه عندي فيها مشكله في الاسنان، مشكله لا تقل اهميه عن اي مشكله عضويه اخرى في الجسم. ده اللي انا اقصده، يعني اقصد شيء سوءها او مضاعفاتها او كده، انما اللي اقصد ان هي مشكله عضويه في عضو من الاعضاء اللي هو السنان يستلزم العلاج. ايضا عدم انتظام الاسنان ده مرض. يعني انا النهارده لما يبقى عندي السنه دي معوجه، السنه دي هتحشر اكل، السنه دي هتعمل لي التهابات في اللثه، تعمل لي تجمع بكتيري، تخلي ريحه بقي وحشه، تخلي في باستمرار في التهابات والم والكلام ده. او لو ما فيش الم مش دايما نترجم، اصل هو الفكره في ايه؟ السنان الاعصاب اللي واصله لها ما بتوصلش غير نوع واحد من الاحساس اللي هو الالم.
يعني انا عندي في انواع مختلفه من الاحساس، ويمكن الناس دي كتير ما تعرفهاش، في الاعصاب بتنقل ايه؟ بتنقل الم، بتنقل حراره، بتنقل طعم تذوق، بتنقل ضغط، كويس، بريشر بالظبط. فالكلام ده كله العصب بتاع السنه لا يستطيع ان يترجم شيء سوى الالم. فالمريض لما ما بيبقى عنده ألم خفيف يقدر يستحمله، أو ألم مفيش ألم خالص، فإذا ما بيقررش إنه يروح لطبيب الأسنان. كان عندي لسه كنت جاي من المطار امبارح من ألمانيا، فقابلني أحد المرضى، قابلني في الدورة نازل من الطيارة، دكتور شادي أنا عايز أجي لحضرتك بقالي فترة كبيرة، قلت له أهلا وسهلا بحضرتك. فقال لي أنا عايز عندي سنتين معوجين ومضايقني جدا والكلام ده كله، بس أنا مش شايف ان دي مشكله. قلت له السنان المعوجه دي اكيد مسببه لحضرتك التهاب، اكيد مضايقاك في العضه، ده انا كمان بعض على شفتي وانا طب ما انت لما هتعض على شفتك ده في حد ذاته حاجه عضويه مش مظبوطه. فاذا السيكولي دي او التتابع ده هيؤدي لمشكله. فكل ما هو يؤدي لمشكله يجب علاجه. ربنا بيدينا انذار بألم بسيط، ده مش معناه ان انا استنى لما يبقى الالم الكبير عشان اروح. اذا الحوار النهارده هياخد جوانب كثيره، يمكن الزراعه تكون بطلت الحوار في الاساس، لكن كالعاده التجميل سيجد طريقه، وايضا علاقه الزراعه والتجميل والتكنولوجيا معا، هذا الثلاثي الهام جدا. تعالوا نروح لبدايه الحوار في الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ كلمة تجميل الأسنان أصبحت تضم الآن علاج الأسنان ثم تجميل شكل الابتسامة الخاصة بالشخص نفسه. أبيض أسود أم رمادي؟ رمادي. رمادي. ليه رمادي؟ ليه رمادي؟ لأن أنا معترض على كلمة تجميل الأسنان، هي مش تجميل الأسنان، هي تجميل الابتسامة. كويس؟ إحنا كل شوية منظورنا للأمر بيختلف. حضرتك النهارده انا كنت بفكر الاول في السنان، سنان بس وفول ستوب، سنان وفول ستوب. لا، السنان دي بتسند لسة، بتظبط عضه، تاثر على فك، تاثر على عضلات وش، تاثر على تعبيرات وش، تاثر على تجاويف موجوده وخطوط تعريج بتتوجد في الوش نتيجه عضه مش مظبوطه، تاثر على اسيمتريه، شكل الناحيه غير شكل ناحيه. فانا حاليا دلوقتي النهارده جزء اساسي من تجميل الأسنان هو تجميل الابتسامة، كل ما هو محيط بالابتسامة من شفة وخدود وعضلات وخد والكلام ده كله. فده لازم نبقى فاهمين ان لما مثلا عندي حالة بالمنظر ده، السنان شكلها وحش جدا، بس نفس الوقت العضة مش مظبوطة، السنان بتعض ادج تو ادج او الحواف على حاف على بعضيها. الكلام ده كله يخلي ان الواحد لما يجي يقطب مثلا ممكن يعض شفته التحتانيه، زي ما احنا شايفين كده الشفه التحتانيه داخله لجوه، الابتسامه نفسها مش مظبوطه، خط الشفه مايل. الكلام ده كله يسبب لي ان التعريج اللي موجوده في الوش والخطوط اللي بيسموها الرينكلز دي، اللي الناس بتروح تحط فيها باتوكس وتحط فيها مش عارف ايه علشان خاطر تجملها ده. طب حضرتك النهارده الاساس لو انت عدلت اتجاهات وعضة الأسنان مش هيصبح في المشاكل دي. فهو دي نقطة نمرة واحد، وعشان أعمل كده لازم أعالج، عندي سنة مسوسة، عندي سنة محتاج اتجاهها يتغير، فهطلعها لبره بتركيبة أو عن طريق التقويم. الانتجريشن دلوقتي أو التتابع مع الأسنان جنب بعضيها، شايف الضحكة بتاعت الشخص اختلفت كليا، وشه هيختلف بعد كده خالص، تحس يو فيل أو بتحس إنه هو بقى أصغر سنا. الزراعة، الزراعة تقدمت تقدما رهيب، وطرقها الحديثة الآن أصبحت يعني زي ما بيقولوا تحتل الصدارة، وأزاحت الطرق القديمة، فأصبحت استخدام الطرق القديمة في الزراعة كما يقولون بالظبط كده زي اللي بيستخدم التليفون الأرضي مكان الموبايل. ده أبيض أسود ولا رمادي؟ واضح إنه أبيض. أبيض أوي، أبيض أوي الحقيقة. واللي ساعدنا في كده ثلاث حاجات بترتيب أهميته. أول حاجة نوع الزراعة، الحقيقة إحنا رغم الغلاء اللي بيحصل في الأسعار وغلو العملة والكلام ده كله، إلا إن إحنا مصرين إن إحنا نتعامل بالزرع الألماني اللي هي اسمها ميدنتيكا والإم إمبلانتس. ليه؟ لأن هي أولاً بتمسك في 7 أسابيع،
it's very fast. في معظم السيتويشنز يعني في زرعه بتمسك في 4 أسابيع بس في ليها 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 دواعي استخدام وفي حالات ما تنفعش فيها. السبع اسابيع بتوع ميدانتيكا احسن من الاربع اسابيع بتوع الزراعات التانية. ليه؟ لان احنا عندي نسبه اعلى بكتير جدا بتمسك في الوقت ده. دي نقطه نمره واحد. نقطه نمره اثنين ان انا عندي تعامل اللسه معاها والعظم معاها عالي جدا عالي جدا، نسبه نجاحها من الزراعات الهائله جدا. الحاجه الثانيه الزراعات اللي بتتمسك بالمسامير والزراعات المايله بتاعتها اللي احنا بنقدر نزرع بيها 12 سنه على 4 أو 6 زراعات، ده وفر كتير للمريض وخلى نسب النجاح عاليه جدا. ان انا اخد زراعات دي الزرعه المايله، يمكن دي الزرعه الوحيده اللي معموله كده في العالم، واخده احسن تصميم 2016. فدي من الحاجات الممتازه جدا جدا في التعود اولن 4 طبعا، وممكن نعمله اولن 6 ان احنا نحط 4 زرعات ونحط عليهم كوبري اسنان طبيعيه. هو المريض اللي يفرق معاه ايه يا دكتور ايمن؟ المريض اللي يفرق معاه ان هو مش فارق معاه انا حطيت ايه تحت، هو فارق معاه انا عايز سنان اكل بيها. فانا النهارده لما يبقى عنده سنان ياكل بيها في خلال من 4 لـ7 أسابيع، دي نقطه نمره واحد. يبقى عنده تخطيط، دي النقطه الثانيه، الاشعه المقطعيه. يبقى عنده مش هفتح جراحه، تعني له ان انا مش هفتح جراحه في معظم الاحيان. لو انا عندي العظم حالته كويسه يبقى انا مش هفتح جراحه في معظم الاحيان، استغل بالدليل الجراحي، ودي اللي هي الاشعه المقطعيه واستخدام الدليل الجراحي في الزراعات. النقطه الثالثه اللي هي مهمه، الانواع الجديده من التركيبات اللي هي بتخلي لي البورسلين النقي قوي اللي هو الزركونيا الشفافه قوه عاليه جدا. احنا بنشتغل بقوه من 600 ل 900 ميجا باسكال، اللي هي كانت بالنسبه للبورسلين الزجاجي 300 ميجا باسكال، فده القوه بتاعته، فالضعف او الثلاث اضعاف. في نفس الوقت نقدر نعمل بيه الكباري، نقدر نحمل بيه الزرعات، نقدر نتعامل بتربط، نقدر نعمل منه شكل حلو للسة، شكل حلو للسنان، نظبط بيه الابتسامه. كان اقصى امال المريض انه يبقى عنده سنان ثابته ياكل عليها. او لما يضحك يبقى في حاجه جوه بلونها ابيض. انما ان السنان دي تبقى نسبه نجاح عاليه ويعرف ياكل حلو والسنان دي تعدل لي شكل وشي، ده اعلى من توقعات اللي كان بيطلبه مننا المريض ودلوقتي بنقدر نديله عن طريق الزراعه. هنسمع حاله دلوقتي نشوف هي بتشتكي من ايه، افكارها، تخوفاتها، اذا كانت قلقانه من شيء. هنسمعه، مهم جدا نسمع المريض في الكلينيك عندك، واكيد هنستفيد من سماعنا له اسئله واجابات مهمه جدا. تعالوا نشوف مع بعض. انا عندي ضرس مخنوق وانا جبانه جدا من موضوع الحقن والحاجات دي، فقالوا لي كنت عايزه ارجع اركبه تاني لاني انا ما بعرفش اخد راحتي في الكلام في الضحك كده يعني. فقالوا لي ان في مشكله كبيره قوي ان انت لازم عشان تركبيه تاني لازم جراحه ومشرط وغرز يعني غرز هتتفك وحاجات كده. فلقيت الموضوع هيبقى داخل ازاي عمليه وموضوع صعب قوي قوي يعني، فانا بقلق جدا. فقلت لا انا مش هقدر ان انا اعمله يعني. هذه هي الفكره اللي عند بعض الناس انه زراعه غرز وفك وقطع عمليه. او طالما ان انا ما عنديش زراعه عظم، عندي العظم كويس، حالته كويسه. في 90% من الحالات لا، هي مش عمليه خالص. احنا ما بنعملش يعني دليل، ده ميزه الدليل الجراحي، يعني دي بنوته صغنطوطه عندها سنه واحده مش موجوده، الضاحك بعد الناب على طول. فدي ما فيهاش مشكله خالص ان احنا بنقوم اشعه مقطعيه، ومن خلال الاشعه المقطعيه بنحط الزرعه على الكمبيوتر ونقبل الدليل الجراحي. دي حاجه بلاستيكيه بتركب على السنان، فيها اتجاه الزرعه بيتحط ازاي، يعني اللزن قد ايه، دقيقه ونص بيكون المريض مخلص كل الاجزاء بتاع. احنا اللي بنقعد نشعر على الكمبيوتر شويه، طبعا هو ما بيشوفش الكلام ده في الباك جراوند، الدكتور الجراح بيقعد يحط الزرعه على الكمبيوتر بابروف، بحط بقول له اوكي الزرعه دي تمام، يقوم واخد الزرعه مديها للمعمل عندي، يقوم مديها له عاملها بالكمبيوتر يعمل له الدليل الجراحي، يجي المريض يحط الزرعه بتاعته في دقيقتين يمكن، وبعدين نعمل اشعه تاني عشان نطمن عليه. الفكره في ايه؟ ان انا النهارده ببقى الموضوع بقى سهل قوي، بقى الموضوع غايه ما بياخدش دقائق، مفيش الم، دي ما بيبقاش فيها جراحه. حتى لو حاله مثلا فك كامل وعندي مفيش اسنان خالص وعنديش عظم، ف
فبنبتدي برضه ان احنا بتبقى فتح صغير وبنعمل موجات صوتيه والدنيا لطيفه. يعني الموضوع جنرالي بشكل عام اسهل بالاول بكتير جدا. بقت العمليه ما بتاخدش دقايق. بقى الموضوع نسب النجاح، وده اللي يهمني بقى الحقيقه. نسب نجاح الكلام ده عليت قوي يا دكتور عين، عليت قوي 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 قوي. بقت زي بالظبط واحد جاي يعمل عنده انفلونزا كده، انت بتعالجه من الانفلونزا، نسبه نجاح الانفلونزا تقول برسنت قد ايه. فنفس القصه طبعا في طرق كتيره بقى للتعديل الجزء العلوي بتاع الزرعه. في ان انا ممكن اعملها مانيوال والزق عليها، في ان انا بيجي لي جزء جاهز دلوقتي بالكمبيوتر، ودي ميزه ميدنتك الحقيقه الام امبلانت، ان انا اقدر احط ده بالكمبيوتر ومعامل مجهزه بالكمبيوتر، ويبقى الطربوش نفسه بيتربط على الزرعه. الالوان والاتجاهات بقت بمزاجي قوي بقى دلوقتي. النهارده مفيش حاجه تحكمني، لا اصلا العظمه عندي هنا فاحط الزرعه في الاتجاه ده، لا مش الكلام ده. ولما احط الزرعه في الاتجاه ده، طب انا استفدت ايه؟ المريض تبص تلاقي واحد حاطط له زرعات طالعه لبره قوي، وتلاقي ان هو بيضطر ان هو يحط له اسنان عليها مربوطه، قصدي ملزوقه، تبقى عامله له ضب. يقول لك انا اسناني عامله لي ضب. لا احنا ما الكلام ده ما بقيناش بنعمله. ليه؟ لسببين. السبب الاولاني ان انا بخطط كل حاجه بالكمبيوتر دلوقتي، السمايل والضحكه. النهارده كنا لما حضرتك بتحط اسنان وانت بتحطها في فم المريض، تفوجئ ان الشفه طالعه لبره. الكلام ده انت هتشوفه على الكمبيوتر دلوقتي، هتشوف الشفه طلعت لبره، هتلاقي السنان طالعه بره مستوى الشفه. النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه ان حدوته السكرو ريتين ده او اللي بيتربط ده، اصبح ان انا ممكن اربط الكوبري من فوق من هنا بس السنه تحت، غير لما كنا زمان الزرعه طالعه هنا لازم احط السنه هنا. فالحوادث اللي بتتربط دي حاجه لطيفه ومهمه، وبقى اصبحت خلت فيه تكنولوجيا جميله. خلينا نروح للمتهم والجاني والبريء. جاني، متهم، ام بريء؟ من يقوم بالزراعه ولا يمتلك جهاز السيرك هو مغامر في المقام الاول، او بمعنى صح مرهق بشكل عنيف لمريضه. الكلام ده يعني من يقوم بذلك، يعني ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ بريء، لان هو ممكن يعمله مش بسارك او بحاجه تانية كمبيوتر برضو. اصل السارك ده اسم المنتج. فممكن يعمله بحاجه تانية كمبيوتر وتطلع نتائج حلوه. اوكي كويس. بس انا اللي انا اقصده ايه، الاشعه المقطعيه هي اللي هتخليه يحط زرعه هيبقى شايف، يا اما هيفتح علشان يشوف، ودي كارثه. يعني حضرتك النهارده اشتغلت زراعه، عملت اشعه مقطعيه، شفت العظمه، حطيت الزرعه في العظمه، عرفت الاتجاه بتاعك، عملت التخطيط. حتى لو انت ما عندكش التول انك تعمل دليل جراحي، بس انت فاتح، انت قبل ما تفتح تعرفت فين. كويس. فانت النهارده عامل زي بالظبط اللي بيفتح يدور على الكبد، اللي بيفتح يدور على الكلى. كويس. غير لما بيعمل السونار ولا بيعمل ده، بيعرف الحصوه فين ويخش عليها. فهو نفس القصة، هو عمل أشعة مقطعية، عارف الزرعة فين، حط اتجاهها وعرف مقاسها وعرف الكلام ده كله. كنا زمان من not from long يعني، بس مثلا 2 years ago كنا لما بنيجي نعمل الزرعة كنا بنفتح نتفرج، ويبقى معايا مقاسين أكبر ومقاسين أصغر في الطول، ومقاسين أكبر ومقاسين أصغر في العرض. فأجيب معايا 8 زرعات أحطهم قدامي عشان أنقي منهم واحدة وأنا جوه الجراحة. فده اللي كان بيحصل في الهيستوري. دلوقتي لو ده اتعمل دي جريمه. اذا سنذهب الى المنطقه الثالثه، وفيها سنرى ماذا حدث لمريضتنا التي كانت تتخوف تخوفا كبيرا من عالم الزراعه، وكانت ترى انها عمليه فيها محيط وسيناريو ودرامة العمليات من فتح وخيط ومشاكل والم والى اخره. اذا سنذهب الى الجزء الاخير، شوف ما هو الوهم والشك واليقين. وهم، شك، أم يقين؟ تساقط الأسنان من الفم ينتج عنه أو يعني يسبب مشاكل خطيرة تؤثر على الجسم، من مشاكل في الهضم وقصور في عملية الهضم، إحراج، شكل جمالي، أيضا نمو بكتيري وبالتالي روائح سيئة. وهم، شك، يقين؟ طبعا يقين واضح. يقين جدا طبعا. يقين جدا. مهم ان احنا ناخد بالنا ان اي سنة مش موجودة هي هتأثر على ثلاث حاجات: السنة اللي جنبيها، السنان اللي قصادها، الحدوتة، العضلات بتاعت الفك،
حجم التكون البكتيري والتنظيف بتاع المنطقه دي. يعني انا عندي مريضه النهارده بتقول لي انا عندي بكتيريا جدا كتيره جدا على الفك السفلي على تركيبات عاملاها على زراعات. السبب انا مش شايف السبب ده، انا حتى ما بستخدمهمش. هو انا حتى ما بستخدمهمش دي هي حضرتك هي الكارثه. It's a disuse atrophy، عدم وجود سنان مقابله للاسنان دي، المساجن رياكشن بتاع الماستيكيشن او التدليك اللاسع عن طريق المدغ وان الاكل يخبط فيه، ده عليه عامل تراكم البكتيريا ومفيش اي تنظيف بالالياف الطبيعيه بتاعت الاكل، ده عليه عامل. ده انا ما بستخدمهم ما بنزلش عليهم حمل فيبتدي يتاكل العظم من حواليهم، ده عليه عامل، عوامل كتيره جدا تؤدي في النهايه العضو الذي لا يستخدم يضمر. فمهم جدا ان انا بعدم وجود سنه اخواتها اللي جنبها مش لاقيين حاجه يسندوا عليها، اخواتها اللي قصادها مش لاقيين حاجه يمضغوا عليها، العضله اللي شدهم هم الاثنين مش شغاله، الفك بيريح في الحته دي عشان مش شغال، الناحيه دي اللي شغاله فده هيتاكل، شكل الوش بقى عندي فك مايل ناحيه جنب والجنب الثاني لا، لو في مرحله نمو الفك مش هينمو لان الفك بينمو بظهور الاسنان. فلو في مرحله نمو والحته دي ما فيهاش سنه الفك مش هينمو، فيبقى عندي وش معوج وتعديله صعب جدا. في اخر حاجه خالص ان البكتيريا هتلاقي ايه جراج تركن فيه في حته ما فيهاش عربيات الناس هترمي فيها الزباله. ف از لونج از الحته في الجراج ما فيهاش عربيات فالناس رمت فيها الزباله، هو ده بالظبط السنه اللي حضرتك خلعتها والبكتيريا ركنت فيها. خلينا نشوف الحاله بعد ما عملت الزراعه اللي كانت متخوفه منها يا ترى قالت ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. كان عندي مشكله ان انا ما بعرفش اضحك، فدايما كانوا بيقولوا لي روحي وازرعي الضرس يعني عشان يبقى تضحكي براحتك وما عنديش اي مشكله، بس انا كنت جنانه جدا. فسالت عن الموضوع زرع الضرس ده، قالوا لي ان في مشكله وفي فتح وفي جراحه وانا بخاف جدا من الحاجات دي. بس جيت هنا عند دكتور شادي اقنعني ان لا ما فيش ولا جراحه ولا اي حاجه من دي ممكن تحصل. رحت عملت اشعه وشفت بنفسي يعني ان فعلا الضرس متدمر وما فيش اي حاجه ولازم ان انا ازرعه. جيت هنا الدكتور شادي وفعلا قعدت تحت ايده 10 دقائق بالظبط. انا لدرجه ان انا ما حسيتش، انا عماله اقول له يلا يا دكتور يعني خلص عشان انا خايفه جدا بس انا مش حاسه بحاجه خالص. بس فالمهم قال لي، انا فوجئت ان هو قال لي لا انا خلصت فعلا. فدي كانت حاجه بالنسبه لي يعني انجاز ان انا اول مره بجد بجد يعني اقعد تحت ايد دكتور ما احسش باي حاجه، حتى حاله الدنج انا ما حسيتش بيها اصلا. ف يعني انجاز ان انا لقيت حاجه ضرس اتزرع من غير جراحه من غير الام من غير خياطه من غير اي حاجه بجد، في 10 دقائق كنت مخلصه كل حاجه من غير اي الم في كاسيت. يبقى طبعا الزراعه عالم لا ينتهي فيه الحوار، ويبقى حوارنا في الناس الحلوه يختلف عن حوارنا في الدكتور. طبعا خيمه علميه متميزه، اسم اكاديمي رائع واداء مهني على اعلى المستوى، و يعني شيء مهم ان نبقى مهموم بقضايا عالمي اسمه عالم طب الاسنان. انا مهتم جدا بقضيه وطني الاصغر اللي هو الشغل بتاعي، لكن الوطن الاكبر هو كل مريض اسنان وكل مريض بيعاني من مشكله في مصرنا لحد البلد في الوطن العربي ايضا. الحوار كان اكثر من رائع مع ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، ولكن يبقى دائما الحوار مع الناس الحلوه. يعني غير جزء تخيلي استاذي قد تعيق قائم على دراسه باطني وعنك اهم اعضاء الجسم. لطلبه الطب عشان يبقوا فاهمين ما هو التخصص وما هو تخصص داخل التخصص. استاذي كان واخد دكتوراه امراض بطن وهو رقم واحد في القلب في مصر، بس اشتغل قلب بعد ما بقى باطني محنك. باطني يعني بطن، باطنه يعني غير ظاهره. ما هو الكبد؟ ما هو وظيف الكبد؟ الكبد من اهم الاعضاء اللي في الجسم لان وظيفه كتير جدا. تعالى المريض عنده تليف كبد، اقول له ممنوع تصوم. وربنا حط الحفاظ على النفس قبل الحفاظ على الدين. باول تيست من وظائف الكبد هي قياس السكر. الكبد فشل في انه يحول السكر لجلايكوجين، لكن الراجل ده ما عندوش السكر وعنده بنكرياس سليم فرح حرب. في ناس فاكره ان وظيفه المعده في الناس الكبار هي الهضم،
فبيشال معدته، يبقى زيه زي بتاع الكبد. اللي عنده نشاط في الغده الدرقيه، اي مرض تمتص بسرعه وتحرق بسرعه تعمل نفس المنظر. لازم بقى الحته الجايه نقول سبحان الله، الكبد هو مصنع الكوليسترول. طب مين اللي بيخرجه من جسمه ليه يموت؟ الكبد. بعض العلماء بيقولوا ان اللي عنده تليف كبد لا يصاب بشريان تاجي، كما يقولون معشوق عين شمس. اجمل حاجه ممكن تقدمها للاطباء هو انك تعلمهم، انك تعلمهم. اولا الاداره كلها تشكركم لانه هذا العمل بالمجان، ونشكركم ان انه حضراتكم يعني قبلتوا ان انتوا دايما انت حققت حلم. تروحش للمكان الفلاني لانه ممكن جدا يحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا. المرض ده على فكره مرض تاريخي غير اي مرض تاني. القضيه صوت وصوت. لو مصري يا جماعه ما عرفش عن اعراض امراضه من خلال الاعلام مش هيروح للدكتور مبكر. اعتقد ان احنا محتاجين نقف كلنا جنب بعض ونوسع رقعه التواجد الاعلامي ونظهر كبار الاساتذه في تواجدهم بشكل مستمر. هذا في بدايه، دي خطوه واحده. احنا لسه بناخدوا خطوه ستيب على طريق طويل، بس محتاجينكم كلكم معانا. واحنا من ناحيتنا انا واحد من الناس بقدم وغيري لازم يقدم، ولازم يظهر جيل جديد غيرنا لان احنا قليلين جدا. اذا كان واحد ولا اثنين في الاطباء لازم الاعلام الطبي يبقى فيه على الاقل 20 30 في كل الحاجات، هتلاقي المستقبل افضل كتير جدا. كل يوم يفكر بمساحة أكبر في عملية تجميل الأطفال. الراجل الأول معناها الرجل اللي عنده الأجليات لصناعة مكان صح. يعني أنا عايز أقول للناس اللي عايشة في غابة الفهلوة، أنتوا مفتوحين جدا.